الرحمن الرحيم. بعد طول انتظار أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد 29 أكتوبر 2023 من ولاية الجلفة عن فتح مشروع سكنات البيع بالإيجار عدل 3، وهذا مطلع سنة 2024. وفور إعلان الرئيس تبون عن هذا القرار، شرع المواطنون في إطارها الأسئلة حول شروط الاستفادة من سكنات عدل 3 وما هي الوثائق المطلوبة لهذا الغرض. ولم تعلن وزارة السكن عن الشروط الجديدة من أجل الاستفادة من سكنات عدل 3، فيما تم تحديد الشروط في السابق من خلال برنامج عدل 1 وعدل 2. وتنص الشروط السابقة وفق المرسوم التنفيذي رقم 105-01 المؤرخ في تاريخ 23 أفريل 2001، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 25 الصادرة في 29 أفريل 2001. ومن شروط الاستفادة من سكنات عدل هي أن لا تتاح الاستفادة من البيع بالإيجار المنصوص عليه في الإجراءات القانونية الخاصة بذلك إلا مرة واحدة لنفس الشخص. يجب على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25% من ثمن المسكن، ويتعين عليه أيضا أن يثبت مستوى من المداخل تسمح له بتسديد الأقساط الشهرية الثابتة في أجالها محسوبة على أساس المبلغ المتبقي من ثمن المسكن، مضاف إليها مصاريف التسيير والتحيين في حدود المدة المتفق عليها بين طرفي العقد. وفي كل الحالات يجب أن يسدد المستفيد من سكن عدل مبلغ ثمن المسكن بعد خصم المبلغ الدفعة الأولى على مدة لا تتجاوز 25 سنة. يتم تسديد المؤجل وفق أقساط تبين المبلغ الواجب دفعه شهريا موزعه على المتفق عليها. يجب على المستفيد أن يسدد في كل الحالات وقبل أن يتجاوز عمره 70 سنة مبلغ آخر قسط من ثمن بيع المسكن، غير أنه يمكن عدم الأخذ بعين الاعتبار هذا الحد الأقصى للسن في حالة التزام المستفيد عند تسديد الدفعة الأولى بالتسديد المسبق لسعر المسكن بكامله. يمكن لكل مستفيد من مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد عدة أقساط قبل حلول موعد استحقاقها، وفي هذه الحالة يجب على المتعهد بالترقية العقارية أن يعدل رزنامة استحقاق الأقساط التي سبق تحديدها. يترتب على تسديد المستفيد الدفعة الأولى والتزامه بشروط تسديد ثمن المسكن كما هي محددة في رزنامة استحقاق الأقساط المنصوص عليها إعداد عقد للبيع بالإيجار بين الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية وبين المستفيد. يترتب على عدم تسديد المستفيد 3 أقساط متتالية تطبيق زيادة 5% في مبلغ القسط الشهري. وفي حالة التأخر عن دفع 6 أقساط شهرية يفسخ عقد البيع بالإيجار على حساب المستفيد، ويحتفظ المتعهد بالترقية العقارية في هذه الحالة بحق رفع دعوى لدى الجهات القضائية المختصة لطرد المقيم من المسكن المعني. يخضع المستفيدون من سكنات عدل لقواعد الملكية المشتركة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بها. يمكن أن يستفيد من البيع بالإيجار كل من يقيم بمسكن إيجاري عمومي يتوفر على الشروط المذكورة أعلاه على أن يلتزم بإعادة المسكن المعني إلى الهيئة المؤجرة بمجرد استلامه المسكن موضوع البيع بالإيجار. والآن كيفية التسجيل. يتم تقديم طلب الحصول على مسكن بصيغة البيع بالإيجار على مستوى الهيئة التابعة للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره اللي هي وكالة عدل، وذلك في استمارة خاصة. يتم إيداع الطلب على مستوى الشبابيك المفتوحة لهذا الغرض على مستوى الوكالة، ويكون الطلب مرفقا بالوثائق المشار إليها في الاستمارة الخاصة، ويدخل هذا العرض حيز التطبيق عند الإعلان عن افتتاح الاكتتاب في الوكالة لشراء مسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار. تتم عملية البيع في إطار التنظيم والتشريع الساريا في هذا المجال. فكيف تتم دراسة الطلب؟ يترأس لجنة دراسات الملفات المدير العام لوكالة عدل أو ممثل عنه ممثله الموكل قانون، وتتكون من ممثل موكل القانون من طرف المدير المكلف بالسكن في الولاية المعنية ببرنامج السكن الموجه للبيع بالإيجار، ممثل موكل القانون من طرف المدير العام للصندوق الوطني للسكن. يمكن إذا استدعى الأمر ذلك توسيع اللجنة إلى أعضاء آخرين خاصة إلى ممثل الوزير المكلف بالسكن
وفي حال كان عدد الملفات التي تم قبولها من طرف اللجنة يفوق عدد السكنات المسجلة في البرنامج، فإنه يتعين اختيار أصحاب الملفات الذين لم يتم اختيارهم كتابيا، مع توضيح بأنه تم تسجيل طلباته وأنه بإمكانهم الاحتفاظ بطلباتهم للاستفادة من مسكن في إطار البرامج المقبلة بالبيع بالإيجار. وفي هذه الحالة يجب على صاحب الملف الذي تم قبوله تأكيد وعبر رسالة بريدية طلبه الأولي حول برامج السكن المستقبلية التي تنجزها وكالة عدل أشغال اجتماع اللجنة تتوج بمحضر اجتماع يوقع من طرف جميع الأعضاء. وشكرا.